وعدت علينا سنين واحنا عايشين في سلام، نبني في بلدنا ونربي في اولادنا، لحد يناير 2011 لما الشعب كله نزل الميادين. المطالب كانت بسيطه ومشروعه، والجيش وقف معاها وحماها، بس للاسف الثوره اتخطفت، والشعب اللي كان نايم يحلم ببكره صحي على كابوس. مين اللي دخل وخلصنا؟ جيشنا، ما هو منا. وقف وقفه بطل وحط روحه على كفه وقال اللي هيقرب من مصر انا هشيله من فوق وش الارض. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. وش الارض وبتنفس وفي قلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب. وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، انا منك طول الوقت قريب. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار. وفي وسط العتمه ووسط الضلمه انا باب مفتوح، وزوال الليل هقلبه لنهار. لو تحس بظلم وقهر وقت الضعف اكون لك ظهر وحيطة وسدي صد الخوف. مش هقبل اشوف في عيونك دمع، صابع العشرة هقيده مشمع، وبكرة هنقلب اي ظروف. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار. وفي وسط العتمة ووسط الضلمة انا باب مفتوح، وزواج الليل هقلبه لنهار. مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح ومعاكي هروح اخر المشوار. وفي وسط العتمة ووسط الضلمة انا باب مفتوح.